السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها لمناقشة استخدام ميليشيا الحوثي القضاء الموالي لها في إصدار أحكام السجن والإعدام والسلب والنهب. قضت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بإعدام 40 شخصية برلمانية وعسكرية بتهمة التعاون مع السعودية. وقال المحامي عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، قال إن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل أحكام الإعدامات والمصادرة للممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين. وبحسب غازي فقد حكمت المحكمة عليهم جميعا بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة. وسبق لميليشيا الحوثي أن أصدرت أوامر قضائية في وقت سابق بإعدام عدد من قيادات الدولة والبرلمان والقيادات العسكرية بتهمة العمل لصالح السعودية حد زعمها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أبعاد استخدام القضاء لصالح سلطة الانقلاب، ولماذا عجزت الشرعية عن تفعيل السلطة القضائية بالشكل المطلوب. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. لم يعد للقضاء الموالي للميليشيا من مهام سوى إصدار أحكام الإعدام والمؤبد بحق المناوئين لها. كل شيء استغلته الميليشيا لصالح ترسيخ سلطتها واستبعاد المعارضين لها من البلاد ومن الحياة أيضا. وتماشيا مع هذا التوجه قضت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بإعدام 40 شخصية برلمانية وعسكرية بتهمة التعاون مع السعودية. رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد الباسط غازي قال إن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل إصدار أحكام الإعدام ومصادرة الممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين. وبحسب غازي فقد حكمت المحكمة عليهم جميعا بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة. وسبق لميليشيا الحوثي أن أصدرت أوامر قضائية في وقت سابق بإعدام عدد من قيادات الدولة والبرلمان والقيادات العسكرية بتهمة العمل لصالح السعودية حد زعمها. تريد الميليشيا أن تضع يدها على ممتلكات كل من لا يواليها، وذاك سلوكها المعتاد، لكنها هذه المرة أرادت أن تورط القضاء معها في عمليات النهب. إذن نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من نيويورك رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبد الرحمن برمان. سيد عبد الرحمن مساء الخير لك وأيضا للمشاهدين جميعا. أهلا بك سيد عبد الرحمن، لعلك تتابع ما يجري في صنعاء بين الفينة والأخرى، يعني محاكمات وإصدار أحكام إعدامات بالجملة سواء لبرلمانيين أو شخصيات عسكرية، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ وطبعا الميليشيات الحوثي أولا قامت بعمليات اغتصاب الأراضي والبيوت والعقارات والمحال التجارية التابعة للأشخاص الذي تم الحكم عليهم، ثم بعد ذلك تنبهت إلى إيجاد مسوغ قانوني أو مسوغ قضائي لممارساتها التي قامت بها. فعمليات الكثير من هذه الأموال والممتلكات كانت الميليشيات قد صادرتها واستولت عليها سابقا، ثم بعد ذلك جاءت عملية المحاكمة. وهناك أيضا الهدف الرئيسي من هذه المحاكمات أولا هو السيطرة على هذه الأموال وشرعنة عملية السيطرة بأحكام قضائية. الأمر الآخر هو الميليشيات تبعث رسالة للعالم سواء الداخل أو في الخارجي، للعالم الخارجي نحن دولة ولدينا قضاء ولدينا مؤسسة قضائية تمارس مهامها، كما لدينا سلطة مجلس النواب الذي ينعقد بعدد قليل وهزيل، مجموعة من الأعضاء مجلس النواب الذي أخذوا كرهائن يحضرون هذه الجلسات أغلبهم رغما عنه، وأيضا سلطة الأمر الواقع، فهي تريد أن تؤكد على أنها دولة موجودة والعالم كله يتعامل معها كميليشيات وكجماعة مسلحة، لكنها تريد أن تبعث هذه الرسائل، وفي الداخل تريد أن ترسل رسالة لجميع الخصوم بأنها تتعامل بشدة حتى لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه. كثير من أعضاء مجلس النواب الموجودين في صنعاء والقيادة السياسيين الذي لا زالوا موجودين هناك
هم خوفا على أموالهم وعلى ممتلكاتهم أن تصادر، لذلك متواجدين هناك رغم عدم رغبتهم في مناصرة الحوثي والبقاء، لكن من أجل الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم ظلوا متواجدين في هذه في 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 تحت سيطرة الحوثيين. نعم، لكن سيد عبد الرحمن، يعني إصدار هذه الأحكام وأيضا كما قلت بأنهم يريدون إيصال رسالة للخارج بأنهم متواجدون كدولة، لكن يعني محتوى هذه القرارات والأحكام يعني معظمها يعني عندما يأتي الشخص المختص للنظر فيها هي يعني أشياء باطلة ولا تمس للجانب القانوني بأي صلة. نعم، هو طبعا الناحية القانونية هي لا، يعني هذه الأحكام هي لا تساوي قانونيا وقضائيا لا تساوي الحبر الذي والورق الذي كتبت به عليه. لكن الميليشيات هي ميليشيات أمر واقع، جماعة مسلحة، هي الآن تتحجج عندما يأتي أي شخص يراجع أو يتحدث معهم يقولوا نحن هذه الأحكام أصدرها القضاء، على رغم أنه هذه المحكمة صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية المعترفة دوليا بإبطال هذه المحكمة ونقل كافة الصلاحيات إلى المحكمة التي أنشأت في مأرب، فلم يعد هناك أي مشروعية قانونية أو مشروعية قضائية لإصدار مثل هذه الأحكام من هذه المحكمة. وأيضا حتى ولو كانت المؤسسة القضائية مؤسسة قائمة وأصدرت مثل هذه الأحكام وبهذه الطريقة، هي أحكام باطلة لأنها قامت على باطل. هذا القضاء اليوم هو يشارك الحوثيين في جريمتهم، وهؤلاء الذين قبلوا أن يكونوا في هذه الأماكن ويصدروا مثل هذه الأحكام هم أصبحوا جزء من الميليشيات ويمارسوا عمل ميليشاوي، لا يمارسوا عمل قانوني أو عمل قضائي، ولكنه عمل في إطار عملهم الميليشاوي، وأصبحوا جزء من هذه الميليشيات التي تمارس العبث بحياة المواطنين اليمنيين وبمؤسساتهم وبمكونات الدولة. نعم، إذن يبقى معي السيد عبد الرحمن. أرحب بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي حمود الذيب. سيد حمود مساء الخير. أهلا بك سيد حمود. نتحدث اليوم عن استمرار مسلسل المحاكمات التي تجريها ميليشيات الحوثي بين فترة وأخرى في صنعاء، يعني كيف تنظر إلى أحكام القضاء التي أصدرتها الميليشيا بحق برلمانيين وأيضا عسكريين؟ الله في الكريم، أعتقد أن موضوع الأحكام هذا، أولا هذه الأحكام لا يجوز أن نطلق عليها أحكاما بالأصل ولا أنها حتى أحكام منعدمة، فهي عبارة عن مدونات سياسية لجماعة مسلحة دولة سياسية قطعة جوفة لا تستطيع أن تطلق عليها أحكاما، لأننا عند رجوع على إلى الأصل أن الأحكام تكون دائرة عن قوة قضائية يعني مستمدة كان من الدستور والقانون، وليس من جماعة يعني انقلابية ليس لها تشريعية ولا سياسية. فهي هذه الجماعة أولا هي أساسا اسمها أي قدر كونها جماعة انقلابية تعمل على الدستور والقانون وعلى الدولة، فتأتي اليوم لتفكر قضاء ثم يعني لا تمنحهم ولاية تمتلك الشخصية نفسها أساسا، فهي جماعة انقلابية لو لم يكن اليوم يعني استمرار الحرب و يعني سلطان من الوقت، لكن في الحقيقة هي جماعة انقلابية في أساس، وبالتالي كمان هذا من هذه المحاكم باطل وليس بالحق الذي بجريمته، لا نرى على باطل وباطل. نعم، طيب سيد حمود، يعني استسمحك لو تتحرك قليلا وتذهب لمكان تكون فيه الشبكه بشكل افضل، ساعود اليك بعد قليل واذهب لضيفي المحامي عبد الرحمن برمن. سيد عبد الرحمن، يعني فيما يتعلق ب مصادرة الممتلكات، يعني دائما أو معظم القرارات التي تصدرها الميليشيا على معارضيها بأحكام إعدام أو أقلها مصادرة الممتلكات، يعني ما هي أو من هي الجهة المخولة بمصادرة هذه الممتلكات التي معظم القرارات يعني تصب في هذا الجانب؟ الله
هو طبعا لا يوجد حكم اعدام الا ويتبعه مصادره ممتلكات في الاحكام التي اصدرتها ميليشيات الحوثي، فهي جمعت بين حكم الاعدام وبين مصادره الممتلكات. طبعا الجهه التي اولا الملكيه الخاصه هي ملكيه مصانه وفقا للدستور اليمني وفقا للقوانين المحليه والقوانين الدوليه، لا يجوز مصادرتها الا باحكام قضائيه باتة ونهائية. يعني لا يجوز يعني الآن ميليشيا الحوثي قامت بعملية المصادرة وصادرت الأموال ونهبت وأخذت الممتلكات والمحال التجارية، يعني أنا لدي أحد موكلية لدي 16 معرض تجاري تم نهبها في 2015، يعني إلى الآن القضية بدون حكم قضائي بدون أي شيء. نعم لم يصدر فيها حكم قضائي حتى الآن يعني، ولا زالت القضية يقولوا أنه إحنا كحكم قضائي. يعني لو أخذت مثل علي أنا شخصيا تم مصادرة يعني ما أمتلكه وهي مؤسسة برمال للمحاماة، يعني كانت الميليشيات قد وعدت نقابة المحامين على إعادتها، لكن في الأخير قالوا هناك قرار قضائي. إلى الآن لا زلت منتظر الدور أمام القاضي الذي سينظر القضية التي نحن فيها يعني مقدمين للمحاكمة. الميليشيات تمارس عملية النهب وعملية السرقة ثم بعد ذلك تبحث لها عن تحليل لهذا الجريمة التي ترتكبها بحق اليمنيين. ميليشيات قامت يعني بطرد هؤلاء الأشخاص بالانقلاب على الدولة وإخراج هؤلاء الناس وطردهم من صنعاء ومن مناطق سيطرتهم، وخرجوا هؤلاء الناس هاربين بارين بأنفسهم، ثم بعد ذلك تقوم بعملية مصادرة هذه الممتلكات. وكلما قدمت الميليشيات أمام هذه ما تسمى بالمحكمة الجزائية وما تسمى بالقضاء الحوثي القضاء الميليشياوي هي عبارة عن مقابلات في القنوات الفضائية تقول إنه هؤلاء الأشخاص يأيدوا العدوان في مقابلات تنتقد الميليشيات وتنتقد أعمالها الإجرامية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني. هذا كل ما يعني حدث، يعني نحن لسنا أمام أحكام قضائية، نحن أمام قرارات ميليشياوية تتخذ. لذلك لاحظ أنه كل القرارات هي قرارات واحدة، إعدام جميعا، تقدم لها 40 شخص يحكم عليهم بالإعدام، 50 شخص يحكم عليهم بالإعدام مصادرة الشخص واحد يحكم عليه بالإعدام مصادرة الممتلكات. نحن أمام أشبه بالآلات، يعني كأننا أمام ريبورتات يعني تنطق ما يتم الإملاء عليها في الليل ثم تحولها إلى ما يسمى بالأحكام القضائية كي تبرر عملية الجريمة التي ارتكبتها الممتلكات. ونحن نرى اليوم ما يسموا أنفسهم بالقضاء في هذه المحكمة يمارسوا عملية غسل هذه الجرائم الميليشيات، وتمارس يعني نوع من العمل الميليشياوي كما ذكرت سابقا، ولم تعد هذه أحكام قضائية ولا قرارات قضائية ولا تنس للقضاء بأي صفة. نعم، إذن نبدأ مع السيد عبد الرحمن. أذهب لضيفي الآخر السيد حمود الذيب. سيد حمود، يعني ما الذي تسعى إليه ميليشيات الحوثي من خلال أحكام الإعدام التي تصدرها بين فترة وأخرى؟ هل يعني يعتبر هذا الأمر يعني كورقة ضغط تستخدمها الميليشيا بين فترة وأخرى، أم أنها يعني أحكام صحيحة بنظرهم وقابلة للتنفيذ؟ الكريم، انا اعتقد انه القضاة الذين اصدروا هذه الاحكام تاما من ان هذه الاحكام باطله ومنعدمه وغير مجديه، لكن على ما اعتقد الحوثي اليوم هي تحاول ان تبرر لجرائمها التي ترتكبها في حق اليمنيين. هي اليوم تتحدث عن يعني احكام اعدام لعدد 30 او 40 بينما سنوات وهي تعدم الشعب اليمني ذكورا واناثا صغارا وكبارا، تصفي خصومها السياسيين. وكان هذه يعني الخطوه الاخيره التي يعني تريد ان تجعل منها اولا تريد ان تغطي جرائمها، تريد ان شيطنه القضاء وشرعنه الانقلاب وتغطي على جريمتها الجرائم حق اليمنيين، بينما تستطيع انه الحكومه الشرعي يعني اليمني الاصل هو ان يبرر تقديم هؤلاء القضاة الذين بجريم لحق بعض قياده سعيد، الاصل انه بدل ان يحاكم من يحاصر سعيد اليوم، بدل ان يصدر بيده الاحكام تاتي جماعه الحوثي لتنتهي خصومات السياسيين من اجل ان تظهر
الاختيار والقانون والاجراءات والمحاكمه هذه كذا يعني مفضوحه. يدرك الجميع لحديا وطوليا ان هذه الجماعه ارادت ان تغطي كما ذكر الاستاذ جرائمها السابقه والحاضره التي ما زالت ترتكب في حق اليمنيين منذ 5 سنوات. نعم، اذا ابقى معي، اعود لضيفي السيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن، يعني كما هو واضح ان الميليشيا يعني نجحت في استغلال القضاء وإقامة المحاكمات بما تشتهيه، بالمقابل هناك الدولة وهي الشرعية يعني حتى الآن لم تستطع تفعيل القضاء، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هو من ناحية أنها الميليشيات نجحت، هي لم تنجح التي أن حولت القضاء، هي نجحت في الاستغلال، يعني هي لم تحقق شيء، ولكن نجحت في استغلال هذا الجانب. نعم، هي تحاول أن تحقق إنجازات في هذا الجانب، لكن الشق الآخر من السؤال هو حقيقة مرة ومؤلمة جدا، أنه القضاء الذي التابع للحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية في المناطق التي تم تحريرها، هو قضاء ضعيف وهزيل، يعني يخضع أكثر تحت سيطرة الميليشيات، سواء كان هذا في المناطق التي في عدن ولحج وما حولها، يخضع تحت ميليشيات، يعني هناك صعوبة كم في أو تحرك الحكومة الشرعية، وأيضا هناك ضعف شديد جدا من الحكومة الشرعية، وهناك تراخي، نحن لا نستطيع أن نحمل النائب العام كل المسؤولية، وأيضا وزارة العدل، هناك كل طرف يتحمل الحكومة الشرعية بأكملها هي التي ساهمت في هذا الضعف الذي يعيشها القضاء، سواء كان من قبل مؤسسة الرئاسة، من قبل رئاسة الوزراء، وزارة العدل، ثم نأتي إلى النائب العام والمحاكم التي موجودة في المناطق التي تم تحريرها وتحت سيطرة الحكومة الشرعية. لم يتم هناك، يعني تم هناك القبض على كثير من الجناة والمجرمين من قبل ميليشيات الحوثي، لم يتعرض أحد منهم للمحاكمة، على الرغم أنهم تم القبض عليهم وممارسة عملية جريمة قتل اليمنيين في سواء كان في الجبهات أو في مناطق تسلل للمناطق الشرعية. أيضا لم تستطيع الحكومة أن يعني تشكل الملف القانوني وتحول الحوثيين من قيادة الانقلاب إلى مجرمين أمام القضاء المحلي، وتصدر بحقهم أحكام حتى تكون هذه الأحكام ذات حجية يمكن مطالبة فيها، سواء كان حاولوا الخروج إلى خارج اليمن، يلجأ كثير منهم للهروب إلى في حال عملية التحرير، يكون هناك أحكام قضائية جاهزة تستطيع الحكومة اليمنية بموجب الاتفاقيات الدولية، بموجب القانون للشرطة الدولية الانتربول، أن تلقى القبض عليهم في أي مكان، تستطيع أن تعيدهم مرة أخرى لينالوا جزاءهم، لكن إلى الآن هؤلاء موجب أمام العالم كله قانونيين لم يرتكبوا أي جرم، الحكومة لم تحرك ضدهم أي ملف قانوني، هي تتعامل معهم يعني كوادع، تتعامل معهم كطرف سياسي، تتعامل معهم يعني كخصم، لكنها لم تتعامل معهم كمجرمين، كقتلة، كممارسين لعملية السيطرة على الدولة، كمشكلين لجماعة مسلحة أسقطت الدولة وقتلت الناس ونهبت الممتلكات ودمرت مؤسسات الدولة وحولت اليمن إلى أكثر كارثة إنسانية. لم تتعامل الحكومة الشرعية تعامل وطني، تعامل مسؤول، يعني حتى يمكن أن نقول أنه هناك يعني إخفاق، هناك يعني فشل ذريع في هذا الجانب، الملف القانوني والملف القضائي، فشلت الحكومة اليمنية، ربما نستطيع أن نعطيها الصف في هذا الجانب. نعم، لكن سيد عبد الرحمن، هناك أيضا فيما يتعلق بهذه الأحكام التي تصدر من القضاء الذي تستغله الميليشيا تتعلق بالإعدام والمؤبد، يعني هل يمكن فهم هذا الأمر بأنها ورقة ابتزاز فقط ورسالة للمعارضين لإسكاتهم، أم أن الأمر هو بنظرهم قابل للتنفيذ و لديهم نوايا بالتنفيذ اساسا؟ الميليشيات هذا السؤال، هذا سلاح تستخدم الموجود، تستغله كما تشاء، يعني في المستقبل اما ان يعني من كان لديها، مثلا هناك المجموعه الثلاثين الذي تم الحكم عليهم بالاعدام كلهم متواجدين لديها، هناك اخرين
يعني تقريبا حوالي من 60 إلى 70 شخص محكوم عليهم إعدام موجودين لدى الميليشيات الحوثي في سجونها. وأيضا قلت حتى هؤلاء الأشخاص الذين خارج هذه الميليشيات هي لديها سلاح تستخدمه كما تشاء، إما أن بعد ذلك أن تعفو عنهم وتظهر أمام العالم على أنها ميليشيات متسامحة كان لديها مئات الأحكام للإعدام وعفت عن خصومها السياسيين وتحقق انتصار كبير في هذا الجانب أمام الرأي العام، خصوصا الرأي العام المنافق الدولي والإعلام الدولي. وإما أنها قد تمارس أيضا في حال اضطرارها، في حال هزيمتها، في حال تراجعها، في حال أيضا ممكن في حال انتصارها لا سمح الله يمكن أن تمارس هذا الجرم. لذلك أنا أقول أنه وجود هذه الأحكام يجب أن لا يستهتر فيها، هي يعني من الناحية القانونية نتحدث عنها أنها لا تساوي شيء، لكن من الناحية الواقعية قد تقوم ميليشيات الحوثي تستمد، لأن نحن أمام مجموعة من الطائشين، يعني نحن أمام مجموعة يعني من عشاق الدم وسفك الدماء، يمكن أن تستغل هذا الملف استغلال سيء في المستقبل. نعم سيد عبد الرحمن، بالنسبة للنائب العام التابع لهم وأيضا القضاء الذين يشرعون لهم هذه الأحكام، يعني ألا يضعون أمام المساءلة وأمام أيضا القضاء إذا ما فعل من قبل الشرعية باعتبارهم يعني طرف أساس في تنفيذ يعني كل ما تقوم به الميليشيا في مناطق سيطرتها؟ نعم، من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية القاضي الذي يتسبب في إعدام شخص أو موت شخص وهو يعلم هو يقاس به، يعني أصبح قاتل ويمكن أن ينفذ فيه يحكم ويصدر فيه حكم إعدام. يعني هؤلاء وضعوا أنفسهم أمام مساءلة يعني مباشرة وليست غير مباشرة، لكنها مساءلة مباشرة أنه استخدموا القضاء واستخدموا هذا المكان وهذا المنصب المقدس في عملية إعدام أشخاص أبرياء أو إصدار أحكام بإعدام أشخاص أبرياء، في حال ما إذا نفذت أي هذه الأحكام سيكون هؤلاء مسؤولين عن دمائهم، مسؤولية جنائية قد تصل أحكام التي تصدر بحقهم إذا ما حكموا أو وضعوا أمام القضاء طبقا للقوانين المحلية وأيضا للشريعة الإسلامية، قد تصدر بحق هؤلاء القضاة أحكام بالإعدام. هذا من ناحية. الناحية الثانية هي المسؤولية إخلاقية، يعني هؤلاء القضاة أنا لا أدري كيف يستطيعوا أنهم يمارسوا عملهم ويخرجوا أمام المجتمع ويمارسوا هذا النوع من يعني الجرم، ويعني وضعوا القضاء في الحضيض، القضاء اللي مقدسة يلجأ الناس إليها لحماية حقوقهم أصبحت أداة من أدوات الإرهاب وأداة من أدوات القتل وأداة من أدوات الإجرام وأداة من أدوات الشرعنة لعمليات التعذيب التي مورست بحق الشباب، ونظرت المحاكم هذه ما تسمى أنفسها بالمحاكم، ما يسموا أنفسهم بالقضاء، آثار المعتقلين الذي حكم بالإعدام، آثار الدماء لا زالت على ملابسهم وأجسادهم، آثار التعذيب لم تنظر إلى هذه الأمور وحكمت أحكام يعني قاسية بحقهم وصلت إلى حد الإعدام. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك. ومشاهدينا سقط الاتصال بضيفنا المحامي والناشط الحقوقي حمود الديب، نشكره كثيرا على تواجده معنا، وبهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.